السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احبابي؟ يا رب تكونوا بخير. هنتابع دلوقتي مع بعض باقي درس الحج. كنا حكينا قبل كده عن درس الحج، وقلنا ان الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام، وقلنا شروط الحج، وقلنا ان فيه اعمال لازم تتوافر في الحج بتاعي عشان يكون مبرور ومقبول عند الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنه لابد أن تتوافر أعمال معينة لقبول الحج، ومن ضمن هذه الأعمال القيام بمناسك الحج كاملة على الوجه الصحيح حتى يقبل الله سبحانه وتعالى الحج ويكون حجا مبرورا. هنتعرف مع بعض دلوقتي يا أصحابي على هذه المناسك. زي ما احنا شايفين في الصورة عندنا، أول نسك عندنا من مناسك الحج الكعبة. يطوف الحاج 7 مرات حول الكعبة زي ما احنا شايفين يا أصحابي. الكعبة الطواف حولها بيكون 7 مرات، هنطوف حولين الكعبة يعني نلف حولها 7 مرات. ده أول نسك عندنا. تاني نسك عندنا الصفا والمروة. يسعى الحاج 7 أشواط بين الصفا والمروة. فاكرين يا أصحابي قصة السيدة هاجر وهي تبحث عن ماء لطفلها الرضيع بين جبلين الصفا والمروة؟ حكينا انها في الليل تذهب وترجع بين الجبلين، وتصعد فوق كل جبل على حدة 7 مرات، ومن هذا الوقت اصبح السعي بين الصفا والمروة جزءا من مناسك الحج. يبقى اول نسك عندنا الكعبة، تاني نسك الصفا والمروة، تالت نسك عندنا منى. يبيت الحاج في منى. منى يا اصحابي منطقة او مدينة هناك في السعودية. فاكرين الشهور الهجرية يا أصحابي لما حكينا عنها؟ قلنا شهر ذي الحجة، وهو الشهر الذي يحدث فيه مناسك الحج. اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى بيوم التروية، ويسبق يوم وقفة عرفات بيوم قبل وقفة عرفات العيد الكبير بيوم واحد. في هذا اليوم يتوجه الحجاج من الكعبة إلى منى، ويبيت بها الحجيج إلى طلوع فجر يوم عرفة. رابع صورة عندنا، بعد ما الحجاج باتوا في منى إلى فجر طلوع وقفة عرفات، يقف الحاج بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة من طلوع الشمس حتى فجر يوم النحر. يوم عرفة هو يوم وقفة عرفات، يعني وقفة العيد الكبير عيد الأضحى قبل العيد بيوم، بيكون قبل العيد بيوم يا أصحابي. وبيكون امتى؟ بيكون يوم التاسع من ذي الحجة. يبقى يوم التروية هو يوم الثامن، يوم وقفة عرفات هو يوم التاسع من ذي الحجة. الحجاج بعد ما بيكونوا بيتين في منى بيطلعوا على جبل عرفات من بداية طلوع الشمس، ويفضلوا على جبل عرفات أو في منطقة عرفات طول اليوم حتى غروب الشمس. يبقى احنا كده قلنا الكعبة، الصفا والمروة، المبيت في منى، وقفة عرفات. خامس نسك عندنا، خامس صورة عندنا زي ما احنا شايفين المزدلفة. يبيت الحاج في المزدلفة. بعد الوقوف بعرفات يا أصحابي يذهب الحجاج إلى مكان أو منطقة أو مدينة اسمها المزدلفة، يبيت فيها الحجاج إلى فجر يوم النحر. يوم النحر اللي هو يوم ايه؟ اللي هو أول يوم العيد الكبير، اللي هو نحر يعني الذبح. بيبات فيها الحجاج لفجر يوم النحر اللي هو أول يوم العيد الكبير. بعد كده يا أصحابي زي ما احنا شايفين في الصورة رقم 6، جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى. يرمي الحاج الجمرات في كل يوم من أيام العيد. يذهب الحجاج إلى مكان معين يرمي فيه الحجاج الجمرات. جمرات يعني إيه يا أصحابي؟ حصى أو طوب صغير. ويظل الحجاج يرمي الجمرات طول أيام العيد، مسموح برمي الجمرات طول أيام العيد، 4 أيام بتوع العيد. وترجع قصة رمي الجمرات يا أصحابي، فاكرين قصة سيدنا إبراهيم عندما رأى في المنام ذبح ابنه إسماعيل؟ فعندما عزم على تنفيذ أمر الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل حسب الرؤية التي كانت تراوده من حين إلى آخر، استغل الشيطان هذه الفرصة
وبدأ يوسوس لسيدنا إبراهيم بعدم السماع لأوامر الله سبحانه وتعالى وبعدم ذبح ابنه إسماعيل. فما كان من سيدنا إبراهيم إلا أنه كان يستعيذ بالله منه ويرميه بالحصى. ومنذ ذلك الوقت أصبح رمي الجمرات نسك من مناسك الحج في نفس المكان التي حدثت فيه الواقعة بين سيدنا إبراهيم والشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. يبقى النسك تاني يا أصحابي: الكعبة، الصفا والمروة، المبيت في منى، وقفة عرفات، المزدلفة، جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى. دي المناسك بتاعتنا يا أصحابي التي يجب أن تتوافر في الحج حتى يكون حجا مبرورا ومقبولا. وبكده نكون نهينا درس الحج، وإن شاء الله نكمل مع بعض في عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.